عن مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك العمر وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم الله. أما بعد، نكمل شرح رسالة التوحيد للعارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي قدس الله سره ورحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء رسالته وشراحها في الدارين، آمين. يقول رحمه الله: المحب الصادق قد خلا قلبه مما سواه. المحب الصادق لحبه لله قد خلا قلبه مما سوى الله، يعني من كل تعلق يحول بينه وبين الله، ليس مع الله شيء ليتعلق به، لأن كل شيء بالله وليس مع الله، فكيف يتعلق بما ليس معه؟ فلما علم ذلك تعلق به، إذ ليس معه شيء يتعلق به، الكل ما سواه عدم. المحب الصادق قد خلع قلبه مما سواه، وما دام عليه بقية محبة لسواه فهو ناقص المحبة، يعني كل ما يبقى عنده تعلق ونظر لأي شيء من السوى يبقى إيه؟ ناقص المحبة، لأنه ما زال تعلقه ليس خالصا بالله، إذ ظن أنه معه شيء والله ليس معه شيء. فبقدر شعورك ويقينك أنه ليس معه شيء، بقدر خلوصك لله، وبقدر نقص ذلك بقدر نقصك. وما دام عليه بقية، يعني بقية نظر لسوى الله، بقية محبة لسواه، فهو ناقص المحبة. من تلذذ بالبلاء فهو موجود، يعني في بعض الأولياء ما يشعرش بمرارة البلاء، من كمال رضا عن مولاه يوم يرضى بالبلاء ثم يتلذذ بالقضاء، لدرجة أنه يجيله نوع من الايه، من السرور بقضاء الله. سيدنا مثلا الشبلي دخلوا عليه وقالوا له: ابنك مات. فقام يرقص. المفروض الواحد يسمع ابنه مات يبكي، مش كده برضه؟ فقام يرقص، يبقى بيتلذذ بالبلاء، يبقى لسه مش كامل، يبقى دي علامة عدم الكمال. هو عايز يقول لك ان ده لسه مع نفسه، ده مع اللذة، مش مع الله، مش مع المبلي، ده مع لذة البلاء، يعني لسه عنده بقية شعور، يبقى ده لسه مخلص لله. شوف النبي بكى على ايه؟ على ابراهيم لما مات، والشبل رأس لما ابنه مات، مين اكمل؟ النبي. لان النبي لما قبض الله ابنه اراد ان يظهر العبودية له، الافتقار الى الله، والعبودية معناها الافتقار ومعناها الحزن، فربنا اراد منه ان يحزن يحزن، اراد منه يبكي يبكي يبكي، فهمت؟ فهو مع مراد الله. فمراد الله من الابتلاء ألا تركن إلى النعمة فيبتليك بزوالها، فهمت إزاي؟ وفي نفس الوقت يريد أن تظهر أثرها فيك كعبد، أثرها فيك أنك تحزن، فأنا هو يا ربي مع كمال رضاي عنك ومعرفتي أنك تختار لي كل أفضل، لكن أنا عبد وأنا أبكي كما يبكي العبد وأحزن كما يحزن العبد. فالنبي كان متحقق بكمال العبودية، قائم بحقوق الربوبية، فكان يقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، فيدي لكل ذي حق حقه، فالنبي أكمل. من تلذذ بالبلاء فهو موجود، يعني ما زال له وجود مع مولاه، والمفروض أن لا تكون لك موجود مع مولاك، أن يكون وجودك بمولاك وليس مع مولاك، فأنت به لا معه. فمن تلذذ يبقى لسه في وجود، فهمت ازاي؟ يبقى لسه له وجود، فما زال موجود مع نفسه. ومن تلذذ بالنعمة فهو موجود برضه، واللي بيفرح من نعمة وينسى المنعم برضه موجود، لأنه يتلذذ بشيء غير الله. فإذا أفناهم عنهم، يعني عن أغراضهم،
وعن شهواتهم. ذهب التلذذ بالبلاء والنعم لأنه صار بالله، والله سبحانه وتعالى لا ينقبض ولا ينبسط، لأنه هو الذي يقبض والذي يبسط، أما هو فلا ينقبض ولا ينبسط سبحانه. فاللي بالله خلاص لا ينقبض ولا يبسط، لا يقبضه شيء ولا يبسطه شيء، لأنه تحقق بالله. المحب أنفاسه حكمة، والمحبوب أنفاسه قدرة. المحب أنفاسه يعني أوقاته مشتغلة بالأسباب، بأسباب المحبة. فالحكمة هي عالم الأسباب، عالم الطاعة، عالم العبادة، عالم الذكر، عالم الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. فالمحب باستمرار أنفاسه يعني أوقاته حكمة تسير مع مراد الله منه. طب والمحبوب؟ المحبوب ده أعلى بقى، المحبوب ده مراد من الله. أنفاسه أوقاته قدرة، فهو مع الله، ليس مع الوسائل الموصلة إلى الله، بل هو مع الله. فالمحب مشغول بالوسيلة، والمحبوب مشغول بالمتوسل إليه. فهمت بقى إزاي؟ كان من يسافر مثلا إلى مكان معين فغرضه المكان، فيبقى مشغول بإعداد السيارة مش كده، واختيار الطريق المناسب والوقت المناسب للقيادة، فلا يبقى محب لأنه له هدف عايز يوصل له، فيبقى مشغول بالحكمة، السيارة والوقت المناسب وكيفية القيادة وسلوك الطريق ومعرفة المهالك. هذا مع المحب، ده المحب ده مع الحكمة. طب والمحبوب محمول زي الطفل النائم كده، أبوه يشيله وهو نايم يفتح عينه يلاقي نفسه إيه؟ في المكان اللي رايح له. فهمت إزاي؟ فالمحبوب مع القدرة محمول، المحبوب محمول، فهم؟ والمحب سائر. العبادات للمعاوضات، تملي العباد المشغولين بالعبادة. يقول لك سبب العبادة إيه؟ الجماعة ب 27 ضعف، والتسبيحة ب 10 أمثال، والصلاة في المسجد الحرام ب 100,000، والصلاة في المسجد النبوي ب 1,000، واللي يصوم يوم تطوع لله ربنا يجعل بينه وبين النار خندقا عمق 70 خريف. فقاعد مشغول بالمعاوضات، إن العبادة دي قدامها كده، والعبادة دي سوية كده، والعبادة دي سوية كده، كأنه بيتاجر. فالعبادات للمعاوضات عشان ربنا يثيبك عليها، هات وخد، هات عبادة خد ثواب. طب والمحبة بقى؟ إنما المحب للقربات. يبقى المحبوب العابد يثاب، والمحبوب يقرب ويدنى ويفتح له الباب. فاهم؟ العابد من وراء الباب يديله الصدقة ويمشي، لكن المحبوب يفتح له الباب يدخل في ايه؟ في الصالون اللي هي صالة كبار الزوار، يدخل الحضرة لأنه محبوب. فهمت بقى؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دليل من المحبة للقربات. لما أرادوني لي يعني لما أحبوني لي لذاتي لا لثوابي ولا خوفا من عقابي، بل عبدوني لي لذاتي، أعطيتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إذا أفناك عن هواك بالحكمة، إذا أفناك عن هواك، هواك يعني ما تريد أن تفعل، أفناك عنه بإيه؟ بأنه أشغلك وشغلك بتكاليف شرعية قد تكتي على خلاف هواك. قال لك قوم صلي الفجر دلوقتي، هواك بيقول لك نام النوم حلو، ده وقته أنا عايز أنام. يوم يفنيك عن هواك بالحكمة يقول لك قوم صلي، قوم صوم، طب أنا جعان عايز أكل، لا صوم، طب عايز أكل استنى من المغرب تبقى عشان تاكل، خليك جعان. أفناك عن هواك أي شهواتك ورغباتك بالحكمة أي بالطاعات والتكاليف الشرعية فكلفك.
إرادتك بالعلم وأفناك عن إرادتك عن مراداتك بقى وعن تطلعاتك، أفناك بالعلم به أنه يختار لك ما قد لا تحسن اختياره أنت، فتعلم أن اختياره لك أولى من اختيارك، فيخرجك من اختيارك إلى اختياره بالعلم بالله بدليل وعسى أن تكرهوا شرا وخيرا بكم وعسى أن تحبوا شرا وشرا لكم. وممكن يبقى أنت تريد شيء ويبقى فيه الشر، لكن علمك بالله يعرفك أن الله يختار لك أفضل الاختيارات، فتخرج من اختيارك إلى اختياره. فهمت بقى المسألة؟ إنك تعلم أنه يختار لك أفضل شيء لك وأنك جاهل في اختيارك، فتقوم تخرج من اختيارك إلى اختياره، تفوض أمرك له، تقوم تبقى معاه على مرادي، تطيع الله وزي ما ربنا يظهر لك تقبل، تسعى في طلب الرزق ولما ربنا يفتح لك بحاجة تقبلها، تقنع بما رزقك. فهمت ازاي؟ تكون معاه على مرادي. يبقى أفنك عن إرادتك بالعلم. وعشان كده سيدي أبو اليزيد البسطامي قال إيه؟ لا في المواقف، في له مواقف ونجاة مع الله، ربنا خاطبه من داخله. قال ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد، يعني أنا عايز أفنى من إرادتي. قال أريد ألا أريد. فهمت بقى إزاي؟ يريد أن يفنى عن إرادته. بالعلم بقرب مولاه له وبلطفه به. سيدي محي الدين العربي، لان ده في مقام الرضا على فكره، سيدي محي الدين العربي كان في مقام المحبه اعلى، فقال لو كنت مكانه لقلت له اريد ما تريد. فهمت ازاي؟ يعني تصبح ارادتي تحب ارادتك قبل ان اعلمها، فده مقام اعلى. يعني شوف كل والي بيتكلم من بحره. فهمت ازاي؟ يعني سيدنا محي الدين العربي كان في مقام تاني، فبيقول لو كنت مكان ابي يزيد البسطامي وسالني ما تريد ما قلت له كما قال ابي يزيد، بل كنت اقول له اريد ما تريد. فهم؟ فده مقام وده مقام، الاثنين كمل. صرت عبدا صرفا لا هوى لك ولا إرادة. يعني إذا أفناك عن هواك بالحكمة، يعني بالشرع الشريف والتكاليف، وأفناك عن إرادتك بالعلم باختياره فقبلته قبل أن تعلمه، صرت في هذه الحالة بقى عبدا صرفا لله، لست عبدا لهواك ولا عبد لإرادتك، بل عبد لمولاك الذي تولاك. لا هوى لك ولا إرادة، يعني لا شهوة لك ولا إيه؟ ولا اختيار. يبقى الهوى بمعنى الشهوة والإرادة بمعنى الاختيار. فحينئذ يعني عند هذا الوقت، حيث ينتفي هواك وإرادته، حيث ينتفي شهوتك ورغبتك واختيارك، حينئذ يكشف لك عن نفسك، فيكشف لك عن حقيقة نفسك، فتيجي تبحث عن نفسك تجدها عدم. أنا ولا حاجة، زي ما لسه بنقول أهو، إنك أنت فعلا عدم، واللي خلك لك وجود هو ربك، ده أنت عدم، كل شيء هالك إلا وجه، فأنت هالك، إلا وجه التجلي والإمداد، فجعلك بهذا الوجه لك وجود. فلما يكشف لك عن نفسك تضمحل العبودية في الوحدانية، واخد بالك؟ تجد نفسك سراب، تجد نفسك لا شيء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فخرج من العبودية إلى الوحدانية والربوبية. فحينئذ يكشف لك عن نفسك فتعلم أنك لا شيء إلا به، وأنك عدم محض إلا بتجليه، فتضمحل العبودية في الوحدانية، فتعلم أنك به متوحد لا متكرر ولا متعدد. فيفنى العبد ويبقى الرب، يتحقق بكل شيء هالك إلا وجهه،
فينظر لنفسه يجد نفسه هالك، وينظر لربه يجده موجود، فيصير وجوده بالنظر لربه وفناؤه بالنظر لنفسه. فهمت بقى المسألة؟ الشريعة كلها قبض والعلم كله بسط. الشريعة كلها قبض ليه؟ لأنها تقبضك من هواك إلى مراده بالتكاليف الشرعية. هواك أن تستريح، ومراده منك أن تجاهد نفسك، وجاهده في الله حق جهاد. يبقى الشريعة كلها قبض، قبضك من نفسك إليه، قبضك من شهوتك ورغبتك وكسلك إليه بالهمة والتكاليف. والعلم كله بسط، يعني كلما علمت أنك بالله انبسطت لك الأمور فاستعنت به فوجدته نعم المعين. والعلم كله بسط، اللي هي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة قبض إلا بالله بسط. فهمت ازاي؟ لا حول ولا قوة عبودية إلا بالله ربوبية، اللي هي بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد عبودية وإياك نستعين ربوبية. فتبدأ بنفسك عابدا وتنتهي عابدا لله، وتنتهي بالله عابدا بالله. فهم؟ تبدأ عابدا لله وتنتهي عابدا بالله، فتبدأ له وتنتهي به. تبدأ له لأنك كنت بنفسك، وتنتهي به لأنك علمت أنك لا حول ولا قوة إلا به. وعشان كده تلاقي في الآخر من حيث الصورة البداية هي عين النهاية. فالبداية عبادة والنهاية عبادة، بس البادئ يعبد لله والمنتهي يعبد بالله. فالبداية والنهاية في الصورة واحدة وفي الحقيقة مختلفة. والمعرفة كلها دلال. المعرفة كلها دلال، دلال على الله، انك انت تطلب منه من باب الكرم دون انتظار العمل، ده الدلال. يبقى عايز ياخد كده فضل الله وهو ما عملش حاجة، ده بيتدلل بقى على الله. فالمعرفة لما تعرف انه هو لطيف ليك وكريم، وانه هداك قبل ان تطلب الهداية، واعطاك قبل ان تسأله، وقام بك قبل ان يكون لك شعور بالقيام اصلا. من الذي دبرك وانت في بطن امك، وخلقك ونماك وعلمك واواك وكفاك ونجاك، ثم بعد ذلك هداك، ثم بعد ذلك قواك، ثم بعد ذلك شرح صدرك للعبادة، ثم بعد ذلك علمك العبادة، ثم بعد ذلك علمك كيف تحسن الأدب مع الله. فهمت ازاي؟ فكل ده لما تعرف ان الحاجات دي كلها تمت بدون طلب منك، علمت انه يعطيك دون عمل، تقوم تطلب منه بدلال اي بلا عمل. فلا تعتمد الا عليه ولا تعتمد على عملك. يبقى المحب لا يعتمد الا على الله، والعابد يعتمد على عمله. فهمت؟ بس المحب ناظر لفضل الله، والعامل ناظر لثواب عمله. ده مقام وده مقام. والمعرفة كلها دلالة، لأنه لا يعتمد إلا على فضل الله، غير ناظر لعمله، حيث أن عمله به لا بنفسه. المحبة لا ترفع التكليف، لكن ترفع الشعور بالكلفة، بحيث أنه يعبد الله بلا تعب ولا عناء، يصير بيعبد بالله، يبقى صار محمول. لكن لا ترفع التكليف بمعنى أنه تبيح له الحرام، لا، يعني ترفع عنه عناء مجاهدة نفسه، حيث أن نفسه ماتت مش لاقي حاجة جيدة خلاص، فبقى عنده بلا تكليف. عشان كده يقول لك رفع عن التكليف، يعني ايه؟ يعني خلاص بعبد ربي كما اخذ نفسي. وانت ما بتاخذ نفسك حامل هم النفس، كذا زي عباده الملائكه مع الانفاس، وزي اهل الجنه يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ادي معنى رفع التكليف، مش رفع التكليف ارتكاب المحرمات وعدم فعل الطاعات زي ما بيظن اهل الزندقه في الصوفيه.
لا الصوفية ما قالوش كده. الصوفية مشهورين انهم عباد اصلا، فازاي تقول لي يقول لي رفع عن التكليف يعني مش عبد؟ ما حدش عمل كده. لا رفع عنه التكليف يعني صار عابدا بالله، فصار لا يجاهد نفسه حيث ان ماتت نفسه، فصارت لا تطالبه نفسه الا بمراد الله. وعشان كده النبي يقول لي ارحنا بها يا بلال. صارت الصلاه بالنسبه له مش تعب، ده الصلاه بالنسبه له راحه. فهمت ازاي؟ ارحنا بها يا بلال. انت بتقول ارحنا منها لانك لسه بتجاهد نفسك. فهمت ازاي؟ يلا بقى نصلي العشاء عشان استريح، عشان انت لسه بتجاهد نفسك، خايف لحسن يغلب عليك النوم، تتعب تكسل، وعايز تعملها وانت نشيط كما يجراش حاجه، فانت لسه في المجاهده، فانت لسه في التكاليف، لسه في عالم الحكم. التاني ارتقى عدى، فاصبح بقى ايه؟ بقى بالله، والله لا يتعب ولا ياخذه ايه سنه ولا نوم. ايوه دكتور، اللي وصل للمرحله دي في منها رجوع يعني؟ لو ممكن يرجع تاني نفسه اللي وصل للمرحلة دي ممكن يسلم إن لم يراعي أدب المقام، إن لم يراعي أدب المقام يسلم. فهو المعطي المانع، فهو يمنع وقت عطائه. فلو لم تحافظ على أدب الحضرة والمقام الذي أقامك الله فيه تنخفض، مش هو الخافض الرافع؟ زي ما رفعك يخفضك، وزي ما أعطاك يمنعك، وزي ما أعزك يذلك، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذا لابد من مراعاة الأداب. والمعرفة كلها دلالة، طريقتنا كلها محبة لا عمل. طريقتنا يعني طريقة أهل الوصول كلها محبة، والمحب ما يتعبش في خدمة حبيبه، ده بل بالعكس يبقى هو في عز المشقة لكن حاسس بلذة الايه. شوف انت الأم بتتعب قد ايه في تربية أولادها، لكنها عشان بتحب أولادها لذتها انها تتعب لهم، مش كده برضو؟ بل بالعكس، ده ليه واستراحت وسابتهم تبقى ده عناءها وعذابها. فهمت ازاي؟ لانها محبه. وعلشان كده طريقتنا كلها محبه لا عمل، يعني لا مجاهده، حيث اننا لا نجاهد النفس لانها فقدت هواها الذي يحجبها عن مولاها. طريقتنا كلها محبه لا عمل وفناء لا بقاء، يعني فناء عن كل ما يغضب الله وبقاء بكل ما يرضي الله. فناء عما كل ما يحبب عن الله وبقاء بكل ما يقرب إلى الله. إذا دخلت في العمل كنت لك، وإذا دخلت في المحبة كنت له. إذا دخلت في العمل إياك نعبده، كنت تعبده لك عشان ربنا ينجيك من النار ويدخلك الجنة ويأتي حوائجك ويوسع رزقك ويحافظ على صحة، كل ده ليك. إذا دخلت في العمل كنت لك، وإذا دخلت بقى في المحبة كنت له. فهمت ازاي؟ طب وإذا دخلت في الفناء، أزود أنا جملة بقى من نفسي، ما هو مش قايلها. وإذا دخلت في الفناء كنت به. يبقى ثلاث مراحل، هو هنا خلاها مرحلتين على أساس إن هو فتح لك الأبواب قبل كده، هتفهم أنت على طول بقى، واللبيب بالإشارة يفهمه. فهمت ازاي؟ اذا دخلت في العمل كنت لك، واذا دخلت في المحبه كنت له. ونزود هنا كلمه، واذا دخلت في الفناء كنت به. العابد راء لعبادته، العابد قاعد يتابع العباده بتاعته، بيضبطها، بياخد باله منها، ويقول انا صليت كم ركعه، هل انا نسيت التشهد الاوسط، اسجد للسهو ولا ما اسجدش، يا ترى انا قريت الفاتحه ولا ما قريتش، طب انا ركعت ولا سجدت على طول ونسيت، طب انا مشغول في عبادته، انا اتوضيت ولا مش متوضي دلوقتي، لا ما هو متوضى. فهمت ازاي؟ هو الوقت دخل ولا ما دخلش؟ الساعه كام؟ سمعت المؤذن؟ اه ده قاعد، يبقى ايه؟ شفت بقى؟ علشان كده العابد راء لعبادته، قاعد يتابعها عشان يضبطها. والمحب رأي لمحبتي، ده هو قايم في العبادة، مش يعني مشغول عن العبادة بالمعبود. فهمت بقى ازاي؟ رأي لمحبتي. إذا عرفته كانت أنفاسك به وحركاتك له، وإذا جهلته كانت حركاتك لك. واضح الكلام ده؟ خلاص
العابد ما له سكون. العابد مع الحركة مع العبادة. واخد بالك انك انت الله له امران، امر شرعي وامر ايه؟ قضاء وقدر كوني، سموه امر كوني. يبقى في امر شرعي يحتاج للحركة. امر شرعي يقول لك قوم صوم، تعال حج، زكي، صلي، مش كده برضه عايز حركة. بل امر الشرعي يطلب الحركة. طب والامر الكوني القضاء يطلب السكون والرضا بقضاء الله. تسكن بقى تحت ايه؟ طب امراضك تعمل ايه يعني؟ نصبر، ناخد بالاسباب الشفاء، ولو ما كتبش الشفاء هعمل ايه يعني؟ اين اذهب؟ افضل ساكن تحت قضاء الله بقى، مش كده برضه؟ يبقى ايه؟ علشان كده بيقول لك العابد ما له سكون. ليه؟ لانه مشغول بالعباده التي تطلب منه الحركه والهمه والنشاط والعزم والنيه. والزاهد ما له رغبه، ملوش بقى الزاهد بقى ملوش رغبه، واخد بالك، متعلقه بسوى الله. يبقى الزاهد ملوش رغبه تتعلق بسوى الله. والصديق ما له ارتكان، والصديق بقى ليس له اعتماد الا على الله. فالعابد قد يكون معتمد شويه ونظر لعبادته، والزاهد كان يقود ناظر لزهده وبيراقب نفسه حتى يظل زاهدا. لكن الصديق ما له ارتكان، لا يرتكن على شيء إلا على مولاه، يعني لا يعتمد على أعماله ولا ينظر إليها ولا يتذكرها بعدما يعملها، لأنه هو معتمد على الله. إذ فضل الله جاءه قبل أن يعمل، فهل يتوقف فضل الله على علة؟ سبحانه وتعالى أن تتوقف عطاءاته على علة، فالعلة هي حال العبيد والعباد. أما الله سبحانه وتعالى فلا تقيده علة ولا تحركه حكمة، بل الحكمة تتحرك به والعلة مخلوقة منه سبحانه وتعالى. والعارف ما له حول ولا قوة ولا اختيار ولا إرادة ولا حركة ولا سكون. خلاص الكلام واضح بقى. العارف ما له حول ولا قوة لأنه بيعبد الله بالله، ولا اختيار لأنه علم أن اختيار مولاه أفضل من اختياره فخرج من اختياره، ولا إرادة لأنه صارت لا اختيار له ولا هوى له، ولا حركة ولا سكون أي إلا بالله، فكله بالله. الموجود ما له وجود، الموجود يعني الموجود مع نفسه ما له وجود مع ربه، والموجود مع ربه ما له وجود مع نفسه. لغز يعني يعملوا لك كده في النص عشان تصحصح، يا بابا بيحب يحط لك جملة كده في النص. ايه ده؟ الموجود ما له وجود ايه ده؟ ازاي؟ ايوه، الموجود مع نفسه ما له وجود مع ربه، والموجود مع ربه ما له وجود مع نفسه، فهي من الطرفين صحيحة. إذا استأنست بي استوحشت منك. طبعا الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس، كلام سيدنا علي، الاستئناس بالناس علامة الإفلاس. إذا استأنست بالله استوحشت بكل شيء. إذا استأنست بي استوحشت منك، من اشتغل بنا له أعميناه. من اشتغل بنا له لنفسه أعميناه عن فضائلنا وكرامنا فعملناه لعدلنا. من اشتغل بنا له أي لنفسه، يعني اشتغل بالله لكن لنفسه مش لله، أعميناه عن فضلنا فأعطيناه على قدر عمله بالعدل. الحسنة بعشرة، مش انت بتعمل كده ليك؟ هو ده اللي ليك، فهم؟ ومن اشتغل بنا لنا بصرناه فضائلنا وفواضلنا وخيرنا النازل الذي لا يمنعه مانع ولا يتوقف على عمل. إذا زال هواك يكشف لك عن باب الحقيقة، لا شك، لأن الهوى يعمي ويصم، فلما يزيل الهوى خلاص تكشف لك الحقيقة. ف
فتفنى إرادتك، يعني يفنى اختيارك، فيكشف لك عن الوحدانية اللي هي وحدة الوجود. الفرق بقى بين الوحدانية والوحيدية، قل من نبه على ذلك. الوحيدية والوحدانية، والفردية والفردانية أو الفردانية بفتح الراء والسكون، إيه الفرق؟ الوحدانية هي مرتبة الوحيدية، فهي وصف المرتبة، فالوحدانية هي وصف مرتبة الوحيدية، فمرتبة الوحيدية تتفاوت في كل مخلوق. الوحيدية واحدة والوحدانية تتعدد، إيه؟ لأنها مرتبة الوحيدية في كل مخلوق. فهمت بقى إزاي؟ فالوحدانية هي المرتبة التي تدرك بها الواحدية، فإذا تحققت بالوحدانية أدركت وحدة الوجود. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فوجدت أن كل ما في الوجود لا وجود له إلا بموجود واحد وهو الله، هي دي وحدة الوجود. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الفرق بين الوحدانية والوحدية أن هذه صفة والتانية مرتبة الصفة. الوحدية صفة والوحدانية مرتبة الصفة. فهمت بقى يا أستاذ؟ كذلك، فتحققت به أنه هو بلا أنت معه. في الحالة دي لما تتحقق به فتجد أن الله بلا أحد معه، إذ كان الله ولم يكن شيئا معه، كل شيء هالك إلا وجهه، فوجدت أنه هو الموجود وما سواه مفقود. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.